عسلامة، اهلا وسهلا ومرحبا بكم على كيتشن امال تونيزيان. شحوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. نتلاقاو اليوم في غوسيت جديده. غوسيت نتاع اليوم باش تكون حاجه حلوه للسهريه، دونك تحفونا برشا. هي باش نعملوا احنا الديسير بالسميد، فوالا بالسميد الرطب. دونك الديسير هذا نذكر قبل امي ديما تعمله لنا، دونك هذاك علاش بديت نرجع في حاجات هكا قديمه. نتصور نتوما زاده ذقتوه، والا حتى كي كنا جو كخوا معناها صغار كانوا ديما يعملونا الحاجه هذه. انا بيرسونيلمون امي كانت ديما تعملها الغوسيت هذه، وكان زاد تعملها في رمضان. تحفونا برشا الحقيقه وخفيفه، وان بلوس ما تاخذش منا مكونات كبيره. اللي باش نستحقوه احنا عندنا كاس سميد. الكاس هذا 100 مليلتر ديما انا مستانسه بيه، وعندنا الحليب. دونك الحليب هوني باش ناخذ هوني، ولا هذايا كاس باش ناخذ 4 حليب، معناها 400 مليلتر حليب. انتوما تحبوا تعملوا مع اكثر، تنجموا تعملوا ايتر حليب وتعملوا في عوف كاس كهو، تعملوا زوز فوالا. دونك هوني باش ناخذوا السميد نتاعنا، هوني سميد لافطه. باش ناخذوا الكاس نتاعنا هوني، نخلطوا كل شيء في البارد. وبعد باش نحطوا على النار. فوالا كيما تشوفوا معناها ما يخوش منا حتى دقيقتين، صدقوني معناها سي تري ياسر ساهل وياسر وبنين زاده. اكيد ما باش تفرج في الفيديو هذا نقولها هاكا، رجعنا ولا خويتي البنات زاده ربي يفضلهم لي وانتوما ربي يفضلكم عندكم. دونك توا باش نقصوا بطبيعه الحال. باش ناخذ انا توا دونك باش ناخذ السكر. بالنسبه للسكر هوني باش نحطو مغرفه كهو باش ما يتيبش معناها سميده كهو. وتوا من بعد نشوفوا كيفاش معناها باش نزينوا الكل. دونك توا في نفس الوقت زاده باش ناخذو هوني شويه ما ورد. تنجموا انتوما بالما زهر، دونك انا ما عنديش معناها، دونك خديت هوني ما ورد فوالا. وباش نحطوا توا في لي كوب نتاعنا ولا لي بول ولا تحبوا انتوما، نخليوها تبرد باش نجموا نزينوها فوالا. رجعنا للديسير نتاعنا اللي قلت لكم راهو ياسر غابيد وتحفون. تنجموا تعملوه كيما ديما نقول لكم احنا نطيبوا في العشاء. دونك جوست احنا باش نحيو هذوما فوالا. وعلاش احنا حطينا مغرفه معناها كهو كيما قلت لكم انا، حطينا مغرفه سكر كهو احنا نطيبوا باش ما نطيبوش معناها سميد في وحده. دونك تو نقول لكم توا باش خديت انا هوني شويه بيستاش. بعد نجموا تاخذوا شنو تحبوا نتوما، مش بالضروري باش ناخذوا هوني بيستاش. ناخذوا معناها اي حاجه متوفره عندنا في الدار، حتى نواد كوكو ولا فستق، ولا حتى ناخذوا كاكاويه ونرحيوها كيف ما نحبوا احنا فوالا. وهوني عندي القطر هذاك هو المستانسين به الشحور نتاعي. تو خليكم ربطوا صندوق الوصف. دونك ديما عندي بطبيعه الحال يعني البيريود هذه دونك نعملوا الحلو برشا. دونك نعملوا هكا من فوق فوالا، ناكلوها بالشحور. هذاك علاش قلت لكم ما نعملوش برشا سكر فوالا. هذه هي غوصيتنا لليوم، ان شاء الله تعجبكم الناس الكل، وان شاء الله نتوما زاده تكونوا حبيتوها. ورجعنا هكا للزمن الجميل كما نقولوا احنا. ان شاء الله تشاركوني ارائكم وكل في صندوق، سامحوني في التعليقات. نتبقى لي كان باش نقول لكم شهيه طيبه وفي الامان وبالسلامه.